السلام عليكم متتبعي جريدة نيشان، الآن مباشرة من مدينة مراكش. كنت واجد الآن حتى القنطرة الفاصلة بين مقاطعة جليز ومقاطعة المنارة، من القرب من السوق ديال الجملة للخضر والفواكه بمدينة مراكش. كما كتشوفوا متتبعينا الكرام، هذه القنطرة ما كتوفرش على علامة تشوير الإنارة العمومية، وكما كتعرفوا بأن الإنارة راهي 50% من السلامة ديال الناس اللي كيدوزوا من هذا القنطرة، سواء الدراجات النارية أو الدراجات العادية أو أصحاب السيارات. يعني هاد القنطرة راه كتشكل خطر على الناس اللي كيدوزوا منها، وكما كتعرفوا الناس خصوصا الناس ديال مراكش بأن هاد القنطرة راه كيدوزوا من الناس بزاف، حيت هي اللي كتفصل بين مقاطعة جليز ومقاطعة المنارة، وقريبة السوق ديال الخضر والفواكه، السوق ديال الجملة كيدوزو منها الخضار، الناس اللي كيتقداو الخضرة والديسير. المهم متتبعينا الكرام، غادي ندوزو من القنطرة باش تشوفوا بأنها راه ما كتوفرش على الإنارة العمومية وحتى علامة التشوير، يعني ما كايناش هذيك العلامة كاع محيدة. الإنارة راه هي 50% ديال السلامة ديال الناس اللي كيدوزو من هاد القنطرة. كنتمناو من المسؤولين المعنيين بالأمر يديروا التدخل ديالهم. كما كتشوفوا علامات ديال التشوير راه ما كاينينش، الإنارة كذلك ما كايناش. وفي الآونة الأخيرة راه ديما تكون هنا حوادث ديال السير، ديما لا بالليل ولا بالنهار الخضاره كيجيو الناس، هذوك الخضاره اللي كيبيعوا يشريوا كيجيو يتقداو هنا مع الصباح، كينوضوا مع الفجار، كيدوزوا من القنطره هنايا. المهم معرضين لاي حاجه، معرضين لحوادث السير، معرضين للكريساج. كما كتشوفوا متتبعينا الكرام، دابا حنا كنتواجدوا في الوسط ديال القنطره. الضو ما كاينش، كاين الظلام، راه حشومة وعيب وعار. اللي داز من هنا على رجليه غادي تكريسا، اللي داز فوق الموتور غادي تكريسا حتى هو، ولا شي حادثة ديال السيرة. كما كتشوفوا متتبعينا الكرام، بلاتي والخطير في الأمر. دابا هاد البلاصة هادي هاد المسؤولين هادو ما قاديش يقدوها. شوف هاد البلاصه هادي ماشي حشومه وعيب وعار، ما قاديش يقدو جوج حديدات. ومع العلم هنا راه كاين واحد المساحه ديال مسافه تقريبا ديال واحد 20 متر ولا. المهم متتبعينا الكرام، لا شيء كيما كتشوفوا هاد البلاصه هادي مهرسه، هنا راه كاين واحد 20 متر ولا 30 متر اللي طاح الله يرحمه. بحال هادشي ماشي حشومه وعيب وعار، نشوفوا بحال هادشي هذا اللي ديز على رجليه وما شافش هاد الحديد هذا اللي مرسه، غادي يطيح غادي يموت. تقريبا كاينه واحد 30 متر هنايا، 30 متر ولا 40 متر اللي كاينه. كما كتشوف مباشرة متتبعينا الكرام، من القنطرة اللي كتفصل بين مقاطعة المنارة ومقاطعة جليز، راه المارشي راه هو المارشي ديال الجملة ديال الخضر والفواكه. كنتمناو من المسؤولين يديروا التدخل العاجل ديالهم، يديروا الإنارة العمومية وعلامة التشوير، وقدوا هاد البلاصة هادي، راه أي واحد ممكن يدوز منها وطيح، لا قدر الله طاح راه غادي يموت، راه 20 متر ولا 30 متر اللي كاينه.